غضب وإحباط مما شهدته بلادهم دفع بعدد من الأمريكيين من أصول أفغانية إلى التظاهر أمام البيت الأبيض بالتزامن مع كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينددون بما اعتبروه تخليا أمريكيا عن بلادهم وتركها لمصير مجهول بعد 20 عاما من دعم غربي بقيادة أمريكية. في سان فرانسيسكو يعيش نحو 60 ألف أمريكي من أصول أفغانية يتابعون بقلق ما يجري في بلادهم. عندما تتوقف الوسوم عن الظهور ولا يتركز اهتمام وسائل الإعلام على أفغانستان، ماذا سيحدث حينها للمرأة الأفغانية التي تمثل 50% من سكان البلاد وكذلك الأقليات العرقية والدينية؟ هذا هو القلق العميق. مثل كل الأفغان حول العالم يتابع أفغان الولايات المتحدة الأخبار القادمة من كابول وباقي المدن الأفغانية، يحاولون الاطمئنان على أقربائهم وأصدقائهم. يطمئنهم جزئيا انتهاء المعارك، لكنهم يخشون عدم الاستقرار أو وقوع حوادث أمنية. أنا لست منخرطا في السياسة، أنا لا أحبها، لا يعنيني من هو على حق ومن هو على خطأ، كل ما أريده أن يكون الناس آمنين وبصحة جيدة. عشرات الآلاف من الأفغان سيأتون قريبا إلى الولايات المتحدة ليبدأوا حياة جديدة بعيدا عن أزمات بلادهم، بينما لم يحالف الحظ آلافا آخرين حاولوا التعلق بحلم الهجرة إلى حياة أفضل.